النهارده باذن الله هنتكلم على فيديو جديد في المودول اسمه جينيريشن اوف فولانتري موفمنتس. ازاي نعمل حركات بارادتنا، ازاي نمسك قلم كوبايه ايا كان. عايزكم تتخيلوا معايا سير الاحداث في هذا الفيديو. المعروف ان احنا عندنا اربع لوبس، فرونتال وتمبرال باريتال اوكسيبيتال. كل لوب من الاربعه هيساهم بطريقه جميله جدا انك تمسك الكوبايه. يبقى اول حاجه عايز اقولها، انا عايز امسك الكوبايه دي، ايه هي الستبس بتاعتي؟ اول ستيب عندي قبل ما اجي اشرح، عايز اقسم الشكل. نتخيل ان المربع ده هو الفرونتال لوب، تمام؟ ونتخيل ان انا هنا عندي بارايتال لوب الناحيه دي، تمام؟ وبيكون تحته اوكسيبيتال لوب، والناحيه الثانيه هو التمبورال لوب. حاجه تخيلي، ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه لازم تعملها، لازم يكون عندك فكره، انا عايز امسك الكوبايه. يبقى اول كلمه ايديا، لازم الفكره تبقى موجوده. انا عارف ان انت هتروح تمسك الكوبايه بسرعه، بس الكلام اللي انت تعمله ده في اقل من دقيقه او ثواني، شوفوا عظمه ربنا. طب الفكره مين اللي يحطها؟ الفرونتال لوب هنعمل عليه زوم. ربنا حط فيه حاجه اسمها اسوشيشن كورتكس. كلمه اسوشيت معناها ان هو بيربط حاجات كتيره ببعض. يربط ايه؟ انا شايف الكوبايه، انا عاوز امسكها. كلمه اسوشيشن انك واصل لك كذا انفورميشن. يبقى اول حاجه في الايديا فرونتال اسوشيشن كورتكس. طب سؤال، دايما مع الفكره تاتي الرغبه. ايوه، بتقول انا عندي فكره ان انا امسك الكوبايه، مش فكره، عاوز امسكها. يبقى رقم اتنين في الخطوات، في حاجه اسمها ايموشنز، المشاعر. مشاعرك ايه وانت بتعمل الحاجه دي؟ عاوزها ولا لا؟ كلمه ايموشنز اتقالت في الكتاب بكلمه ثانيه، ديزاير، الرغبه. To do intended movement، انا ناوي امسك الكوبايه دي. مين اللي يقول لك نفسك تمسكها؟ مكان في البرين اسمه limbic system. الليمبك سيستم، ليمبس كلمه لاتيني معناها الحدود. هذا الليمبك سيستم بيكون موجود بين تو لوبس عندك، لوب اسمه تمبورال ولوب تاني اسمه فرونتال لوب. يبقى تمبورال اند فرونتال، هذا وصل الاثنين دول ببعض، واجي اكتب عليهم ليمبك. وتشوفوا عظمه ربنا في الجزء ده، ان المكان اللي قال لك انت نفسك تمسك الكوبايه مرتبط بالمكان اللي ادالك الفكره. يبقى لغايه دلوقتي فكره مع اراده ورغبه كده، انا قلت حاجتين بس الكلام لغايه دلوقتي يا دكتور لسه مش واضح. يبقى رقم ثلاثه، انت لابد علشان تمسك الكوبايه في البدايه لازم يكون واصل معلومتين الى البارايتال لوب. يبقى رقم ثلاثه اتكلم على البارايتال. وصلنا معلومه منين؟ نبص على الحته دي، عملنا